اليوم ابو خلف عزمنا في مطعم حارتنا الشاميه في الدمام حي الفيصليه شارع ابو بكر، كان دريسس برجر واحلى ترويقه والسندباد. المطعم للافراد فقط، جميع انواع المشويات والشاورما والمقبلات. يعطيك العافيه معلم. اللحوم عندهم نعيمي، مصدرها من اغنام الهاجري في سوق الدمام. عشان اليوم في مطعم حارتنا الشاميه مشويات، شاورما، مقبلات، سلطات، كبة، ورق عنب. للأسف ما عندهم قسم عائلات، لكن عندهم توصيل. باخذ جولة على الأصناف وأحط لكم رقم توصيل. طبيعي نبدأ بمشوي المشكل. عندهم كبة مشوية حسب الطلب، حمص، ورق عنب، تبولة، سمبوسة، سلطة زيت. عندهم الشاورما العربي سواء سندوتشات أو تجي في صحن، طبق النود، كبة، متبل، سلطة خضراء بالرمان. هذا جرة حارتنا، هذا تحت في صوص شاورما بطاطس مغطى فوق بجبن موزاريلا. الصورة جاية فيها معلومات المطعم والعنوان ورقم التوصيل، ونرجع نشوف الأصناف صنف صنف. وعلى فكرة إذا عندكم مناسبة خاصة في البيت تبي أحد يجي يشوي عندك مشويات مع المقبلات، ترى عندهم الخدمة هذه. كبشر السنة الجاية. عشاق الكبة المشوية. الأوصال عندهم تعجبكم، خاصة أني أتخوف دائما من الأوصال اللحم إذا بردت. هذه رغم أنها بردت لكن لينة، يعني طعمها حلو. الورق عنب يسوونه داخل عندهم، يعني مش مفرزن جاهز. والسمبوسة يسوونها بعد عندهم داخل. هذه كبة مقلية، أنا أحب المشوية لكن خلنا أوريكم إياها. حتى الفلافل متوفرة عندهم. عندهم سندوتشات مشوي سواء كباب دجاج، كباب لحم، أوصال، مو شرط صحن. اللي عنده مناسبة يبي مطعم يجهز له المشويات والمقبلات والسلطات في الموقع يتصل فيهم. الآن نجي لأنواع العصيرات في مطعم حارتنا الشامية، لكن بقول لكم أن عندهم خصم 20% من الظهر إلى المغرب إلى يوم الجمعة القادم. بالنسبة للعصيرات، هذا ليمون نعناع، برتقال، كثير طبقات، أفوكادو. هذا وش يا أبو خلف؟ هذا موز بالحليب. عندهم رمان، كل أنواع العصيرات متوفرة عندهم. أشرف أشرف عليك بالعافية. الخصم 20% يشمل حتى طلبات التوصيل. بحط انستغرامهم في السناب الجايه. كذا انتهينا من تغطيه مطعم حارتنا الشاميه في الدمام حي الفيصليه شارع ابو بكر، جنب احلى ترويقه ودريشس برجر وسندباد رمانه ودايفر. الله يعطيكم العافيه على حسن المتابعه، ونشوفكم على خير. ولا تنسون الخصم يوميا حتى يوم الجمعه القادم من الظهر الى المغرب.